مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل، نجدد لكم التحية والانطلاقة لشوطنا التاسع عشر، شوط ما قبل الختام، تمت بعون من الله تعالى وتوفيق الشوط التاسع عشر الخاص بالحجايج البكارة هنا ضمن الأشواط المفتوحة على أرضية هذا الميدان في هذه الانطلاقات الجميلة والتحديات مسافة 3 كيلومترات. شكرا لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم على هذا الدعم المتواصل لهذا المهرجان، مهرجان فخر الأجيال الذي ينطلق على أرضية هذا الميدان. نسير معكم سويا في المراكز العشرة الأولى المقررة، إذاعتها وهنا على الصدارة وعلى المركز الأول هزر لمحمد بن عتيق، أيضا للسيد محمد بن معتوق العامري من تأتي على الصدارة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني مشاهدينا ومتابعينا الكرام هنا تأتينا بهذه الانطلاقة أيضا والتواجد من هملولة، وملكيتها للسيد خالد بن قميص بن صويح الهاملي، وهنا الوصول في هذه اللحظات من متعبة حمد بن ضعيف بن حمد بن غدير لقتبي، ومن الجانب الآخر هزر لمحمد بن معتوق العامري، والوصول من الشاهينية علي بن عبد الله البطين المري، والوصول هنا والتواجد من رسائل لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري من تاتينا رابعا، المركز الخامس والظبي لسعيد بن راشد بن حمد بن غدير لقتبي، المركز السادس تاتينا الطياره لمحمد بن سيف بن حميد الراشدي، وهنا الوصول من الشاهينية حميد بن علي بن سالم الوهيبي، ومن الجانب الآخر أو التواجد هنا من برلين العلي بن راشد بن مسلم العمري من تتواجد بهذه الانطلاقة على المركز الثامن، وفي المركز التاسع الوجود من الشمالية لمحمد بن عبد الله بن سلطان العرياني وبن خيلة قادم مع مياسة حمد بن نابت بن خيلة عامري. هذه هي النتائج للمراكز العشرة الأولى، ولكن هنا الصدارة والمقدمة مع متعبة حمد بن الضعيف بن غدير الكتبي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، برلين في المركز الثاني، علي بن راشد بن مسلم العمري المركز الثالث، الشاهينية علي بن عبد الله البطين المري من تأتينا على ثالث المراكز، وفي المركز الرابع هو التواجد من الشاهينية حميد بن علي بن سالم الوهيبي، وهنا الظبي لسعيد بن راشد بن حمد بن غدير لقتبي، وتأتينا الطيارة حمد بن سيف بن حميد الشامسي من تتواجد على المركز الخامس، وفي المركز السادس والوصول من الدكتورة لمحمد بن جعفر بن مرخان لقتبي، وهنا أيضا القدوم في هذه اللحظات من الكورة لسهيل بن سالم بن ثعلوب الدرع من تأتينا بهذه الانطلاقة، وحمد بن نابت بن خيلة من الجانب الآخر هنا أيضا مع مياسة، ولكن نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة صاحبة العوائد تنتزع الصدارة، تنتزع المقدمة الشاهينية علي بن عبد الله البطين المر من انتزعت الصدارة، انتزعت المقدمة، انتزعت المركز الأول وصدارة هذا الشوط كما عودتنا في هذه الانطلاقة، وفي رصيدها 3 سيارات هنا تواصل انطلاقها، ولكن مياسة حمد بن نابت بن خيلة العامري من الجانب الآخر مع مياسة حمد بن نابت بن خيلة والشاهينية علي بن عبد الله البطين المري، ولكن مياسة على الصدارة، مياسة على المقدمة، والشاهينية في صراع إلين الفوز إلين الناموس، ولكن مياسة تهانينا لحمد بن نابت بن خيلة المركز الثاني، الشاهينية علي بن عبد الله البطين المركز الثالث، برلين علي بن راشد بن مسلم من زرع المركز الرابع، حمد بن ضعيف بن غدير الكتبي، وفي المركز الخامس لسيد بن ايضا بن ثعلوب لمواصلة
أو وصلت هنا شواهين سلطان بن محمد بن خاطر المقبالي من وصلت على المركز الخامس. هذه هي النتائج مشاهدينا الكرام للمراكز الأولى. نعود إلى التوقيت الزمني 4:35 خمسة من الأجزاء من الثانية التوقيت الزمني لمياسة. تهانينا والناموس الحمد بن نابت بن قيلة العامري والسلام لأهالي الهير على هذا الفوز الجميل. 4:35 سبعة من الأجزاء من الثانية توقيت الشاهينية الذي ما قصرت قدمت على تشكر عليه علي بن عبد الله البطين المري ايضا ما وصلت على المركز الثاني. بينما ثالث المراكز 4:35 سبعا من الاجزاء من الثانيه من وصلت الشاهينيه على المركز الثالث. صاحبه المركز الثالث مشاهدينا الكرام برلين علي بن راشد بن مسلم العمري وسجل او بالضعيف من وصل ثالثا مشاهدينا الكرام. برلين علي بن راشد بن مسلم العمري هي صاحبه ثالث المراكز. تهانينا والناموس تهانينا لجميع الاقوى الفائزين.